بيسألوني شو بتعمل. في مليون طريقة أسهل. حاولت أشرح لهم كيف بحس لما أشوف أفكاري قدامي، كيف بقدر أسمعهم الصوت اللي أنا سامعه، كيف بقدر أفرجيهم الصورة قبل ما تتصور، كيف بقدر أحكي لهم القصة اللي أنا شايفها. بقدر لأنه عندي صوت، بقدر لأنه عندي قصة، أكيد بقدر لأنه مع بعض بيبطل فيه مستحيل. رح أستخدم عدستي وألمي وعدتي، رح أبدع بمجالي وصورة فوق صورة، رح أكون الأول عشان أفرجيهم العالم زي ما أنا شايفه. SAE أبدع.